صدق الله العظيم. الفاتحة. شاي ما شربونا قهوة على هالعالم ما صفى أصول لأي شيء. ولك هي خيمة عزاء، بتعرفش يعني خيمة عزاء؟ يعني بتعطي فكرة مين كان الرجال الميت. آخ ما عاد في أصول لأي شيء. ولك هذا أبو علي، أبو علي الله يرحمه، أبو علي اللي ما كانت تخلى مضافته من القهوة السخنة، والناس الناس ما كانت تترك المضافة من الصبح للمساء. آخ ما كان يقصده لا فقير ولا محتاج، إلا وكان يعمل له راتب من جيبته، هذا غير نفقات المدرسة والجامعة والأكل والشرب. روي عندي روي. الله يرحمك يا أبو علي، الله يرحمك. لما بيموت نجي نحن نسوي وشه ويا الشكل لك. تفو تفو على هيك زمن. ومين هذا ابو علي اللي عم تحكي عنه عمي؟ مين ابو علي؟ يبدو حضرتك غريب عن المنطقه، لكن اللي ما بيعرف ابو علي ما بيعرف حدا بهالدنيا. الله يرحمك يا ابو علي.
والله العظيم ما فيني لا بمكانتك ولا بجاك. لا والله خير. شوفوها، منو هذا المرحوم ابو علي؟ معقول مغيرين الاسماء مو منتبهين نحن؟ ما بعرف، بس انا اللي بعرفه انه الميت اسمه جميل. ايه؟ واذا ما خانتني ذاكرتي هذا بيكون جوز جورية. تماما. بياع الغنى. مزبوط، لما هربت مع هذا بياع الغاز. بالضبط. ايوه هذا هو. والله رح شككني بمعلومات يا عمي، مو اسمه ابو علي، اسمه جميل، جوزة لجورية بنت تاجر الغنم لما هربت مع بياع الغاز. لا لا، ده اسمه ابو علي. هلا بجوز يكون اسمه بالنفوس جميل، انا ما بعرف، بس اسمه ابو علي. اخ الله يرحمك يا ابو علي. بعدين تعال، شو عرفك باسم مرته؟ ها؟ شو عرفك فيها؟ وليش بعدين انتو عم تتمضمضوا باسم مرته؟ فكرك ماني سمعانك، عم تتشوشر انت وياه على اسم مرته؟ ومين قال لك انه هي هربت مع بياع الغاز؟ لك في وحده براسها مخ بتترك ابن الحسب والنسب، ابن الجاه شيخ الرجال ابو علي، وبتروح بتهرب مع بياع الغاز. بعدين عيب تتمضمضوا باسم المراه، عيب عليكم. هاي جورية ست الكل، ست العفاف والإخلاص على هالجيل. حضرتك شو بتقول له للمرحوم؟ يعني حضرتك من العيلة؟ لا أنا بشتغل عنده. ها شغيل عنده وعم تنتف بسمعته؟ ولك مو عيب عليك بدل ما تترحم على أبو علي وتقول لحم كتابك من خيره في على هالجيل. بعدين ليه قاعد عم تبرواز هون ومتحرك؟ تحرك، عمل شاي وقهوة وقدمه للناس اللي جايين من آخر الدنيا لعزه، وتحرك في على هالجيل. في اللي وين ابنه؟ مالي شايفه. العمر لك يا ابني، العمر لك. الله يرحمك يا ابو علي، يا ضيعانك يا ابو علي، والله بينزعل عليك، انا ابوك شيخ رجاله. الله يرحمك يا رفيق دربي وكفاحي، يا رفيق دربي. بس يا ابني البركه فيك، انت بدك الصوت سمعته واحترام الناس له. ويا حامي هودي اللي عاد الله يرحمك يا ابو علي، لا الدنيا جابت مثلك ولا رح تجيب يا ابني. الرجولة مو بساطة يا جماعة، مو بهالبساطة بتجي، ومو كل واحد طلع له شوارب على وشه بصير رجال. لا والله لو تعرف ابوك شو عمل في فلسطين. كانوا الإسرائيلية عم يمشوا قدامه مثل الصيصان، ولما حسوا إنه بده ينكسروا استنجدوا بالعالم وشنوا العدوان الثلاثي على الجزائر. إيه نعم، ما سكت لهم أبوك، ما سكت لهم، ما سكت لهم، واجه العدوان وانتصر، وطلعت روسيا من الهند. الله يرحمك يا أبو علي، يا أبو علي ما خلى مطرح إلا وحارب فيه. لما دخلوا الجيش البرتغالي على البحرين وسمع أبوك ما نام الليل، حمل حاله دغري على البحرين وبلش يقاتل يضرب ويحارب، فوتهم بالحيط. ومن هنيك من البحرين سباحة لكوبا، ومن كوبا لأدغال الأرجنتين. أجبر أجبر أمريكا توقع كام ديفيد مع إنجلترا واستردوا إيرلندا. الله يرحمك يا عمي. عفوا، تفضل يا عمو. الشخص اللي عم تحكي عنه ما اسمه ابو علي، بعدين هذا لساته شب يعني. لا لا حق يحارب لا بفلسطين ولا باي مكان ثاني. شو حبيبي بدك تضحك علي وانا بعمر ابوك وشيبته؟ عيب عليك، عيب، عيب تهدوا تاريخ ابو علي، عيب. ولا كل ما طلع عنا مناضل بسموه ارهابي، هن بيسموه لك يا ارهابي، هو مناضل. يا عمو عفوا، تفضل يا عمو. هذا المرحوم اسمه جميل، وهو هو جميل ابو علي، جميل ابو علي، الله يرحمه، الله يرحمه للوالد. لا تعال عود يا ابني، خساره ابوك خساره لنا كلياتنا يا جماعه. ما كان في منه، دون اسمه بكل كتب التاريخ بكل معارك العالم، الله يرحمه. بمعركه ميسلون كتب اسمه بيحرف من ذهب.
سمع الشباب وراه وقال لهم: يا شباب يا شباب، العدو من امامكم والبحر من ورائكم. اي نعم، وطلع على حصانه الله يرحمه ومسك سيفه وضاع بالغبرة مع الشباب. يا حناني يا حناني يا حناني. يلا يا شباب، يلا يا شباب. اسفين اسفين جدا على التاخير، نحن بس كان صباب تبع المولدي خربان، صرنا قايلين له يبدلوها 20 مره ما عم بدلوها. نحن خلال 5 دقائق ان شاء الله بنبلش. كل شيء صار جاهز؟ كل شيء صار جاهز. لك ما عم بسالك، عم بسالك. أي كل شيء صار جاهز. نص استاذ بدي اقترح شغله. استاذ تقترح هلا وقت لك تقترح. هات اقعد اقعد هات. هلا ايه شباب، مثل ما حكينا هلا خلال العزاء بيدخل حسن بغضب وبيبلش يصرخ ويكسر الكراسي ويضربكم ويسب على الميت. معطل مين هذا حسن؟ إذا بيحط إجره بعزة أبو علي لا بعشله كرشه وكومه بمطرحه. دير بالك، ها هذا عزة أبو علي ما بيجوز نهينه أو نلل البدرة. لك مين هاد؟ لك مين انت؟ لك ويكو؟ لك شو عم تصير هون يا باسن؟ مين انت؟ مين انت شو عم تسامي هون؟ طول بالك استاذ أيهم. مين انت؟ أنا فكري صديق عمره للمرحوم. دير بالك، ها جايين لحتى نعزي بوفاته ونقوم واجبنا تجاهه. لا تهددنا بحسن هذا، دير بالك نحن ما بنخاف من حدا. لك يا شباب، لك يا بقى يا تعالوا خلصوني من الدرس. تعالوا تاخذوا بسرعه، يلا تاخذوا. خليني احكي انا معلش. تفضل استاذ. روق لك. روقنا. انا فاهم معه. يا عمي يا استاذ انت غلطان، المرحوم تبعك مو نفس المرحوم تبعنا. ها المرحوم تبعنا مو حقيقي، ممثل ممثل مثلنا مثل الاستاذ مثل. بلا ممثل بلا بطيخه. طول بالك. هدي هدي. دير بالك، ديروا بالكم على لسه تراب وما نشف. ديروا بالكم من شانه. لله الله يرضى عليك. هلا هذا لوكيشن، يعني شلون بدي اشرح لك؟ هوي هي الخيمه كلها ديكور، يعني مو حقيقيه. يعني نحن عم نعمل مشهد من مسلسل، وان شاء الله بتشوفه برمضان القادم. ان شاء الله برمضان القادم رح تشوفه. انت فكرني ابو ريالي وماني عارفه شو عم بيصير. لا لا لا، دير بالك، ها هذا ابو علي، انتوا بدكم شو تاريخه؟ ديروا بالكم ما بسمح لكم تشوهوا تاريخ الرجال. ها لك لا جنني. لك لا خلص. عفوا عفوا يا عمو يا عمو. عفوا بعد اذنك. تفضل تفضل. انا بحكي معه استاذ اذا بتريد. عفوا عمو، مثل ما عم يقول لك السيد المخرج، نحن هون عم نصور مشهد ضمن مسلسل، يعني العزاء تمثيل والميت ممثل. يمكن حضرتك مخربط ليكون في عزاء ثاني قريب من هون. كل هالموت اللي عم يصير وقاعدين عم تمثلوا، ولك ما كفانا الميتين عن جد، لسه بدنا نجيب ممثلين ليمثلوا الموت. الله يرحمك يا ابو علي، شو كنت رجال. لك من كثر خيام العزاء والجنازات ما عاد نعرف وين بدنا نعزي فيك. خليني اشوف، بلكي هديك الخيمه فيها عزاء ابو علي، ولا يمكن هديك. اكيد هديك الكبيره. الله يرحمك يا أبو علي، الله يرحمك، الله يرحمك. العم. يا هلا يا هلا ورحب يا هلا. لك قاعد بها الشمس رح يسيخ بزر مخك. سيك هالجريدة حطها على راسك تفيا فيها احسن ما تدوب. يكثر خيرك يا اخوي، بس هذه مو للقراية. احسن ما تنكب زبالي، كانت للقراية. حطها على راسك بلا ما تدوب وتضربك الشمس. حطها يكثر خيرك. والله لو اعرف اقراها قريتها، بس بديرها عنا باب ومدارس. اريح لك، منيح لمريحين راسكم. كثر خيرك خوي. سلام.
الله وياك يا اخوي، الله وياك يا قطيط يلي بتالي الظهر مريت وانطيتني الجريدة يا قطيط، يسلموا هيداك الله وياك، الله وياك يا اخو. مرحبا حبيب. اهلين ابو علي. شو لك يا ابو صليف؟ لك على راسي والله. سيخ سكار الجرايد تبع اليوم. ليش قلال؟ شو العالم عم تقرا يعني؟ لك لا عم تقرا ولا عم تبطيخ، كله اجدب مثل حكايتك. أولدك والله امي عم تدعي لك كل يوم وحياة الله. شلون ما بدها تدعي لي؟ ما في شيء بنظف الصمديات والبلور مثل الجرايد. لك على راسي يا ابو علي. مسيك مسيك اشتهيت لك اياها حبيبي. اعطينك ولايه معه يا زلمه العمى ما بخلها. لك على راسي. وهي كولايه. سلمنا على الحجه كثير السلام. وهي محرمه كمان. ما بتلزم معي الجرايد. على راسي. هلا ابو علي. تفضل شوف المقاعد كيف كلها مي، شلون بدنا نقعد هلا؟ يعني نقعد على الارض مثلا؟ قلت لك تعي نروح على الكافيتيريا، انت ما بتقتنعي. ليش حالك تعيط؟ بعدين بتعرفني بخاف حدا يشوفني، خلص ما عاد بدي اقعد بالمكان، ايش بدك؟ يا شرفي. حبيبنا حبيبنا بدكم تقعدوا والمقاعد كلها مي، معكم حق. مسك هي جريده، افردها واقعدوا عليها، سكرتوني بايام الصبا. ليش كنت تقعد انت وحبيبتك هون؟ لا والله، اقعد لحالي. بس دائما كل ما بقعد بفرد جريده لانه المقاعد يا كلها مي يا مدهنه يا متششه يا حالتها حالي. بس هي جريده اليوم يا سيدي، جريده اليوم مثل جريده امبارح مثل جريده بكره واللي بعده. عود عليها احسن ما تقراها. كتر خيرك عمي. خير الله عمي. يلا شرفي. تعمو تعال 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 امسكوا هي جرايد، اعملوا فيهم طيارات وشخاتير وبرانيه، روحوا تسلوا، روحوا عمو. يلا العبوا يا عمو العبوا. السلام عليكم. شبك مخشب ولزقان بالشجره؟ تركني بحالي الله يخليك. لك شبك لك اخي، عم نسالك جاوبنا بركي مساعده. ما في شيء، خرب بيت الطمع، لقيت 50 ليره هون متفشخت فوق هدول، قام فتح البنطلون انت اكبر قدر. هي هلا خليكي على خلفيتك الثقافيه لا تبين. معك ابره وخيط؟ منلي الابره والخيط. بس مساك عمي، هي جريده، دبر حالك بالجريده، فردها وراك واتكل على الله، استر حالك مساك. لك روح الله يسترك، والله ما اجت ببالي. كتر خيرك، الله يستر عمرك. موفق. الله يوفقك. أهلين أبو علي. أهلين أبو طارق، شلونك يا حبيبي؟ تمام. صف قرب قرب صف قرب. تعال اطمعي لنا. يلا ها. هاي شريكة. بلش مسح روح. كتر خيرك. مرحبا ابو شريف. تعالين ابو علي، شو الاخبار اليوم؟ تاخرنا عليك لا تواخذنا الاخبار اليوم مثل الاخبار امبارح مثل بعد بكره. هات لك انا عندك الغداء. يلا يا سيدي. ورقيه 5 أحرف لها استخدامات عديده ومنسيه. جريده. ايه والله. الله عليك يا ابو علي. ابو طارق وين الشاي؟ يلا دقيقه. احلى ابو علي. اهلين ابو المجد. شو وين جريت اليوم؟ دفقنا وزعت كل شيء. شو هالحكي؟ ايه معناتها شعبنا كثير بحاجه الجرايد. ايه بحاجتها كثير، بتلزمهم على الطالعه والنازله. يا سيدي الا للقرايه. الا للقرايه مضبوط. شرب لك عود، شرب لك كاسه شاي. ايه بنقعد. وي احلى كاسه شاي باحلى ابو عبد. لك ابو طارق الطاوله مثل الزفت موسخه، ما تمسح لنا اياها بشي جريده. وجيب لنا كاس شاي معك. احلى ابو علي والله. شوي شوي طول بالك، شوي شوي هات عندك، هات عندك. لا هجيب لك كاس الشاي. روح انت روح.
الله يسامحك يا ابو عمر، الله يسامحك. لك نسيت هالغنيه شو كنت تغني لي اياها؟ الله يصلحك الهي. لك بزمانها باعت لي اياها هديه مع سعاد بنت عمي الله يرحمها، وهي بعثت لي اياها مع سلمى بنت عمي الله يرحمها. شو سي لك هي الصبوحه الله يطول لنا بعمرها. يا خديجه يا عيوني، انا مو قصدي يعني انك ما تعودي تسمعي الصبوحة الشحرورة ولا غيرها، أنا بس بدي منك تفتحي أذنك تسمعيني منيح. نحن بيت معروف بوطنيته وتاريخه بالجهاد والنضال بكل معارك الأمتين العربية والإسلامية. خلاص 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 فهمنا، جل من لا يسوي يا أبو عمر. خلاص روق لي حالك واشرب فنجان القهوة. لك شو في؟ شو صار لك؟ مصيبة يا أبو عمر، مصيبة. لك احكي، نشفتي لي دمي. ابنك يا أبو عمر، ابنك. شو؟ شو صار له؟ كمشو. كمشو؟ مين اللي كمشو؟ ابنك يا ديب، ابنك يا أبو عمر. طلع معارضة ونحن مالنا درياني. نصيب اللي وعد فارس خرب بيتنا يا ابو عمر. معارضة؟ ابني انا معارضة؟ ابن ابو عمر يطلع معارضة؟
خجلان منكم يا أجدادي ويا عمامي ويا أخوتي. تعالوا شوفوا شو صاير فيني على آخر عمري. لك يا ريتني متت وما سمعت الخبر. نحنا اللي حاملين ارواحنا بايدينا فداء الوطن. يطلع من نسلنا واحد معارضه. طول بالك ابن عمي، طول بالك يا عدي، الله يرضى عليك. هي تربيتك يا خديجة، حالي اللي تركتك تربي لحالك للولا. قال شو هو آخر العنقود وغنوش أمه بدها تربي على كيفها. لمين بده يطلع يعني غير لأخواله اللي ما في فوت لسانه إلا حلقون. وأنا أقول لك يا خديجة الولد عم يتغير. أنت تقولي لي لا تخاف، الولد ما عم يخاف عليه. وأنا أقول لك يا خديجة الولد عم يحضر بالسر المحطات المغرضة وكمشت بغرفته كاسيتات للشيخ إمام. تقولي لي لا تخاف عليه، الولد مثقف وما بيرد على هيك شغلات. لك يا خديجة انتبهي، أنا ملاحظ إنه ابنك صاير وشه أصفر وسنانه سود وعم يطول شعره. تقولي لي إيه شب، اتركه وخليه يعيش حياته. هي آخرتها طلع معارضة يا خديجة. والله ما رح أسأل عليه للكل. ديب أبو عمر بيطلع ابني معارضة يا خديجة. تفوه عليك أنت وابنك، روحي بصيدي. استغفر الله العظيم على هالصباح. لا والله تعبان ونايم يا أخي. مين حضرتك؟ المخفر؟ خير يا أخي؟ ابني عمر في شي؟ عم يأكل عم يشرب؟ اللي دخيلك ليكون في شي وما بدك تخبرني. ايه خلص تكرم عينك، هلأ بخبره. مع السلامة، الله معك. أبو عمر شو شو بدك؟ اتصلوا من المخفر وقال بدهم اياك تروح لعنده. شوفي إذا كان مشان ابنك هالواطي أنا لا بروح ولا بجي، ولا بدي اسمع صوته ولا بدي اسمع حسه، وإن شاء الله بيشنقوا اليوم قبل بكره. ابن
عمي، والله الضابط هو اللي اتصل وقال بدهم اياك تروح لعندهم ضروري ضروري. ها عم اقول لك لا بروح ولا بجي، اصلا انا مالي وش امشي بين الناس، اقسم بدي ورجي وشي، اتركيني في حالي ساوي لك شيء؟ ما بدي شيء، روحي بخير. أهلين وسهلين أخي أبو عمار، شرف استريح شرف. أنا كنت حابب أتعرف عليك يعني بظرف غير هالظرف. أنتم من العوائل الكريمة عنا بالمنطقة، الأهم منها أنه نحن نفتخر بوطنيتكم. الله يجبر بخاطرك يا ابني، بس هذا الكلام هلا ما عاد ينفع منوب، لأنه الوطنية والشرف مثل لوح البلور، إذا انشعر ما عاد يمشي حاله، صار الواحد لازم يكبه ويجيب واحد غيره. طول بالك طول بالك يا أبو عمر، أنا مقدر حزنك وألمك والجرح اللي أنت حاسه، بس يعني هلأ المهم أنه في إجراءات لازم تتخذ، أنت لازم توكل لابنك محامي. أنا وكل محامي لهالحقير؟ هذا لا ابني ولا بعرفه. سيادة الضابط، إذا كنت مستدعيني لهذا الموضوع فلا تضيع لا وقتك ولا وقتي. يا أبو عمر طول بالك، ما في بني آدم وما بيغلط، ما في إنسان وما بيغويه الشيطان، بس مشكلته لابنك انه بده ثلاث محامية لانه واقع بثلاث مصايب كل واحدة اكبر من الثانية. يعني اذا نفذ من الحشيش بده يعلق بالسرقة، واذا نفذ من هدول التنتين بده ينلقط بالتهريب اكيد. يعني هي التهمة لابسته لبس، لذلك بصراحة انا عفوا سيادة الضابط، شو هي السرقة والتهريب والحشيش؟ شو هدول؟ هدول هن التهم الموجهين لابنك. لا تكون عم تمزح معي سيادة الضابط. الله يصلحك يا ابو عمر، هي مسائل ما بنمزح فيها وقاعدين بمكتب رسمي بعدين. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب، بحمدك وبشكرك يا ربي. بعد إذنك سيادة الضابط، بس أتصل يا تيفو. زلغطي يا أم عمان، زلغطي وخلي الجيران كلهم يسمعوا، ابنك طلع حشاش وحرامي، ما له معارض. ألف حمد وشكر لك يا رب، غمرتني بنعمتك يا ربي، نذرا علي لطعمي كل الجيران حلويات من جميع الأنواع. يلا خاطرك. شكرا سيادة الضابط، ما تأخذنا، السلام عليكم. عرفان والله كنت عرفان انه نسل عيلتنا ما بيخيب الظن، ما تخافوا ولا تهكلوا هم وارتاحوا بقبوركم ارتاحوا، الصبي طلع مظلوم، الناس ما عم يعرفوا كيف بدهم يشوهوا سمعتنا من الغيرة والحسد.
شو بدنا نعمل؟ الحمد لله، الحمد لله يا أبو عمر، الله فضل علينا وابننا ما طلع معارض، بس معقول ابننا يطلع مهرب وحشاش وحرامي؟ ألف كلمة حشاش وحرامي، وليقولوا ابن أبو عمر معارض يا خديجة. شغلة سخيفة. أول جديد بالموضوع ما أنت دائماً هيك تفكر. على أساس أنت أفكارك عظيمة. أنا ريحت مخي وبطلت فكر. أنت أريح لك. شو ناوي تقلي ولا؟ لك ولا شيء والله، كنت عم فكر إنه الديناصورات لو ما انقرضت شو كان صار. تخيل إن إحنا بهذا الزمن وفي ديناصورات، شو كان صار فينا؟ أنت عن جد واحد غشيم. وليش بقى؟ من كل عقلك مفكر إنه الديناصورات انقرضت؟ طبعاً انقرضت. لك شو؟ حطنا على عيونك. ايه طلع فيني. طلع فيني. بالنظر؟ ايه طلع فيني. شايفني؟ كبير كتير. اطلع لك فوق على الدرج. اطلع بخط مستقيم. ايه؟ ايه هيك ايه. راح تشوف قلعة. قلعة كبيرة مزبوط؟ ايه ايه. هاي القلعة يعني ممكن تسعلها شي 50,000 عيلة مزبوط؟ على الأقل هيك. طيب انزل لتحت شوي، طلع لتحت، انزل لتحت على اليمين. ايه في حديقة ما هي؟ ايه في واحد واقف كبير هيك مزبوط؟ ايه عم يشرب سيجار. ايه حوالي شي 100 واحد فين، حوالي 100 واحد تقريبا. العمى شفتوا؟ طيب شو ها؟ ركز عليه منيح. اوف لك يا زلمة، لك كان عم تضحكوا علينا كل العمر؟ شلون بيقولوا الديناصورات انقرضوا؟ شفت انك مالك عايش بهي الدنيا. اي أيوة والله الكذب وقف على الديناصورات. بس نحن لو منعرف كل شيء. كيف ما كنت تكوني؟